السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. بغيت نشارك معكم اول تجربة ليا، واللي هي السفر من سات للناظور، واللي كنت متخوفة منها بزاف لانني انا من دوك الناس اللي كتشدني الدوخة في الباطو. وفاش عرفت بلي كيدير يومين في البحر كنت متخوفة بزاف بزاف. فرجة ممتعة، يلا نشوفوا الفيديو. بسم الله، هنايا شدينا على طروت، توكلنا على الله وسرحنا عند اختي اللي بعيدة عليا بساعة ونص. حنا هادي غير الاستراحة ديالنا، هادي غير الاستراحة ديالنا، هادشي غير بدو. ها حنا عاود شدينا على طروت بسم الله. كما كتعرفوا لوطروت ديال فرنسا ضروري ما تخلصي. حنا الحمد لله دايرين ديك لاباري صغرى، دايرين لابونمون، يعني تاني بعد واحد نخلصو ماشي ضروري تنزلي الموطو ولا تفتحي تخلصي ولا من بعد. احنا بدينا المناطير والحمد لله كان الجو زوين 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 زوين، الحمد لله كان الشميشة والجو زوين. نزلنا شوية الولاد لعبو مع بابا هون. وضروري ما تكون الفيلة مرة مرة. وليداتي الحمد لله ما كينعسوش ضربة واحدة. هادي بنتي حسب العراف غادي يكون شي ساكت. هادي سبحان الله واحد القنطره يعني كتبان بعيد صغيره، ولكن هي الصراحه جبده ديال الطريق. مناظر تبارك الله في الطريق زوينه، وهذا المنظر لا حيت الواحد خصو يرد باله ويتمشى غير بلاتي، ويلا الى عيا يرتاح. واخيرا وصلنا والحمد لله بان البحر. الحمد لله ناكلين في ريستورون ديال واحد المغربي. الحمد لله كما مشيتي كاين المغاربه، كانت الماكله زوينه الصراحه. وهنا كانت الشمس بزاف 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 وخلاونا سنينا بزاف يعني بزاف، ولكن الحمد لله احنا تعبنا
النظام كان شويه وصافي يعني، كانوا مخلطين صحاب طنجة وصحاب المعذور. بسم الله على بركة الله. احنا فين حطينا اللوطو؟ الحمد لله اللي طلعنا، لاننا كنا مع الثلاثة التاليين، و لان قبل كانوا بزاف ديال الناس اللي ما طلعوش ديك السيمانه اللي سافرنا فيها، وتعذبت والحمد لله. من بغيت نجبد حويجات لولادي كلشي بقى يتبعني لان كنا في الطلعه. ها احنا الحمد لله في الباطو طلعنا، رحنا نكتشفوا ندورو، ولكن الصراحه الباطو ما كانش عامر حيت انايا من شد الناس بزاف برا، والباركينغ عامر بزاف. راني ديجا قلت لكم كانوا مخلطين الناس اللي غاديين طنجة مع الناس اللي غاديين للناظور، داكشي علاش وقعت شويه الفتنه في باركينغ. ولكن الحمد لله الباطو كان خاوي، وكما راكم تشوفوا هذا هنايا الريستورون دايرين البوفيه بايلا. احنا ديجا كنا كلينا يعني غير تما. هادي لا صال فين دايرين دوك الكراسة، يعني هنا يا وليداتي بغاو يجربوا الجلسة. والحمد لله هنا يا صافي سرحنا، خرجنا نشوفوا المناظر سيغتو الغروب. سبحان الله هنا عزيز عليا بزاف نشوف هكا في الغروب مع البحر، يعني منظر رائع سبحان الله ما شاء الله. صافي هو النهار، الليل هو جا نهار فات، وحنا عاود صبحنا قهيوة والفطور. وكنشكر جارتي حيت كانت تعطيني بسم الله وفطرنا به، كان زوين زوين زوين. وحنا نستمتعو نتمس انا مع واحد السيده الله يعطيها الدار ونسني ونستها، وعجبوها ولادي قالت لي كيهضروا العربيه مزيان. كانت كتركز مع بنتي الصغيره في هذا الفيديو، كنمشي ليها تحيه. هادو المناظر عاود زوينه الصراحه، عجبنا هاد المنظر اللي جلسنا هنايا. حنا كنبدلو كل مره نجلسو القنت وهاد البلاصه بدات عجبتني بزاف سبحان الله. المنظر زوين بطبيعة الحال. ما نساوش الوضوء والصلاة، والحمد لله كما تشوفوا شوفوا المسجد شحال زوين، كاين مسجد للرجال وللنساء كذلك. هذه واحد المقهى كانت في الطابق السابع على ما اظن،
انا جيت حتى لاخر لحظه وحسبني الماتش كمل، ولكن مازال يبان لي راجل كونسونطري مزيان. كانت اسبانيا ضد ايطاليا، ما عجبنيش هاد الجو بالنسبه الصراحه. هاد المقعد بقيت متحمس ليه بزاف، كتجيني مزيان. كاينين اللي باغيين الطاليان، كاينين اللي باغيين اسبانيا. هادو اخر اللحظات. الاخير مشى لهم الريزو، بقاو فيا الصراحه ماتش كامل وفي التالي مشى الريزو. نضت شويه الفتنه اللي طلع اللي هبط كيقلب على شي تلفازه اخرى. رجعنا، ها هو جا الليل الحمد لله. صباح المسافرين ان ارتداء الكمامه واحترام مسافه الامان واجب على كل جميع الساده المسافرين. شكرا. Votre attention, s'il vous plaît, les amours. هذه بنتي هنا فرحت من شافت الاعلام ديال المغرب طلع. الحمد لله كل شيء كيكونوا فرحانين فاش توصلي للارض بلادك. وليداتي كيستناو الباطو يوقف. خارجين بالمارشيير. يا حبيبتي السوا الثاني. الثاني زهر عالي. وانتو ما خرجنا حنا الاولى. ان شاء الله الرتور ان شاء الله. الحمد لله احنا شدينا الطريق. المساجد بداو يبانوا لنا، الطبيعه ديال المغرب يعني شكل اخر عاود. شدينا الطريق الساحليه والحمد لله. دابا غادي نعاود نوريكم شي لقطات من الرجوع. انا المهم قضينا العطله وها حنا راجعين، وها حنا وصلنا عاود للناظور. مهم الحمد لله هنا طلعنا للباطو. الوالده يا اختي الصغيره وجدوا لي الاكله السحريه مع الروز. واخت منى برايبي والميلفاي. وها حنا عاود بدينا ندوزو وقيته. مع قهوة بيان سور. وحنا وصلنا للست الحمد لله. خويا شرف على بخوشي ان شاء الله. الله يسهل الامور. الله يحفظك اخويا شرف. هذين كاينين موجودين في الموشيتي يعني.
وحنا شدينا لوتوروت عاود، وهنايا واحد قسم استراحه وضروري من الوضوء والصلاه، وهنايا زوج ديالي شتو الراحه والحمد لله.